بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة سؤال يتكرر بكثرة عن واو العطف في القرآن الكريم عندما نقوم بإحصاء الكلمات. طبعا السؤال باختصار، لماذا تعد واو العطف كلمة في موضع، في موضع آخر لا تعدها كلمة؟ هذا هو السؤال باختصار، ولكن لابد من مقدمة أيها الأحبة. بالنسبة لكثير من علماء اللغة الذين يقومون بعد كلمات نص معين، يعتبرون الواو مثلها مثل الفاء. يعني مثلا عندما نقول والله على كل شيء قدير، حرف الواو هنا قبل اسم الله سبحانه وتعالى والله، لا يعدونه كلمة، يلحقونه بالكلمة التي بعده، تصبح كلمة والله كلمة واحدة. فالله خير حافظا، أيضا الفاء هنا حرف عطف أو استئناف أو إلى آخره يعني. فالله هنا، الفاء هنا تعد من ضمن الكلمة، يعني كلمة فالله أيضا كلمة واحدة. طيب بالله، كلمة بالله، بالله الباء هنا مثلا حرف جر فتلحق بالكلمة فتعد كلمة بالله كلمة وليس كلمتين. طيب قبل أكثر من 20 عاما، 25 عاما، كنت أبحث في موضوع التناسق الرقمي في القرآن وما يسمى بالإعجاز العددي. كنت أحب أن أكتشف علاقات رقمية بين كلمات القرآن، ودافعي لذلك هو إحساسي بهذا الأمر. يعني موضوع الرياضيات أنا مغرم به منذ الصغر، فكنت أشعر عندما أسمع آيات من القرآن، وحتى الآن لا أزال أذكر قبل أكثر من 30 سنة كنت أستمع لآية الكرسي بصوت الشيخ الخصري رحمه الله، فانتابني إحساس أن فيها نظاما رقميا بديعا. يعني هذه الحروف لم توضع عبثا مثل حروفنا نحن وكلماتنا. بعد ذلك كنت مدمن على الاستماع لسورة الكهف، بخاصة يوم الجمعة، وسورة يوسف وسورة مريم، من السور المحببة إلى قلبي حقيقة، وهي أول ما حفظت من القرآن، بدأت بها أثناء حفظي للقرآن في ذلك تلك الفترة يعني. فكنت أشعر أن هناك معادلات رقمية وبناء رقمي موجود في هذا الكلام، يعني هذا الكلام ليس كلام عبثي. هذا هو الذي دفعني لكي أبحث. فبدأت بالاطلاع، وكان في ذلك الوقت يعني في الثمانينات والتسعينات كان هناك الأكثر شهرة كتاب لرشاد خليفة، معجزة الرقم 19، وهناك شريط اسمه المعجزة الخالدة. فكنت أنبهر من هذه الإحصائيات التي قدمها، أن حروف بسم الله الرحمن الرحيم عددها 19 حرفا، وتكررت في القرآن 114 مرة بعدد سور القرآن، وفي سورة التوبة لا نجد بسملة، مباشرة تفتح القرآن على سورة التوبة لم تكتب البسملة، مباشرة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، لا يوجد بسملة. كل سور القرآن فيها بسملة ما عدا التوبة. فكان يقول هكذا سينقص عدد البسملات عن عدد سور القرآن. فماذا وجد هذا الباحث؟ عندما ذهب إلى سورة النمل وجد فيها بسملتان أو بسملتين، في أولها وفي الآية 30 منها، قوله تعالى عندما أرسل سيدنا سليمان كتابا لملكة سبأ وهي تقرأ الكتاب، ماذا قالت؟ إنه، أي الكتاب يعني أو الرسالة التي أرسلت، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذن هنا الآية الوحيدة في القرآن التي ذكرت فيها البسملة في هذا النص. وهنا طبعا ملمح أيها الأحبة، لو خرجنا خارج الموضوع قليلا، أن الأنبياء كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ليست جديدة في القرآن، كانت معلومة
وربما نطق بها سيدنا نوح وسيدنا آدم لا نعلم، ولكن بنص القرآن سيدنا سليمان كان يعلم بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يرجح بالنسبة لي أنها كانت موجودة في الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، وكان كتاب داود وسليمان الزبور كان فيه بسم الله الرحمن الرحيم، والتوراة كان فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن حرفت طبعا. المهم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فبما أن سورة النمل فيها بسملتان أصبح مجموع البسملات 114 نفس عدد سور القرآن، فكانت مثل هذه الأشياء مبهرة بالنسبة لي. مثلا سورة قاف وسورة الشورى سورتان كلتاهما تبدأان بحروف مقطعة أو حروف نورانية، أنا أسميها حروف مميزة. هذه السورة سورة قاف قصيرة قياسا لسورة الشورى، يعني سورة الشورى تقريبا ضعف سورة قاف، سورة الشورى أطول بكثير من سورة قاف. على الرغم من ذلك عندما تعد حروف القاف في سورة قاف تجد 57 حرفا، وعندما تعد حروف سورة حروف القاف في سورة الشورى التي هي أطول بكثير من سورة قاف تجد أيضا نفس العدد 57 حرفا، مجموعهما 114. ليقول لك القاف هنا أول حرف من كلمة قرآن، يعني هذا القرآن 114 سورة، وهذه أدلة مشفرة موجودة في القرآن، لو حدث تحريف ستتغير هذه المعادلة، ستختفي تماما. إذا بحثنا في التوراة أو الإنجيل المحرف الحالي لا تجد أي شيء، وأنا بحثت كثيرا لا تعثر على أي شيء طبعا هذا الكلام لأنه محرف. إذن بدأت بالبحث في موضوع عد الحروف والكلمات والآيات والسور واكتشاف العلاقات، فأكرمني الله باكتشاف علاقة مهمة تقوم على الرقم 7، أسميتها في ذلك الوقت، يعني هذا كان تقريبا في عام 2000، النظام الرقمي في القرآن الكريم، أو النظام الرقمي السباعي في القرآن الكريم. طيب هذا النظام يقول لك إن كل القرآن حروف وكلمات وآيات يقوم على الرقم 7، هناك بناء يقوم على الرقم 7. طبعا أنصح بقراءة كتاب إشراقات الرقم 7 وموسوعة الإعجاز الرقمي موجودة على الموقع لمن يحب أن يعني يستزيد من هذا المجال. الفكرة وين أيها الأحبة؟ الفكرة أنني عندما كنت أقوم بالبحث عن أي معادلة أو أي تناسق رقمي في القرآن الكريم كانت الحسابات لا تنضبط إلا إذا عدت الواو كلمة بالذات، يعني ليس الفاء أو الباء، الواو. فبدأت أبحث، طب لماذا الواو؟ تبين لي أن الواو هي الحرف الوحيد الذي يكتب مستقل في اللغة، يعني في اللغة ليس لدينا أي حرف سواء اللام أو الباء أو الفاء، بالله، لله، فالله إلى آخره، كلها تكتب متصلة إلا الواو، الواو تكتب منفصلة. فوضعت قاعدة وقتها قلت كل كلمة تكتب مستقلة عما قبلها وما بعدها، يعني حتى لو كانت حرفا سنعدها كلمة، فالواو لا تتصل بالكلمة التي بعدها، يعني تكتب منفصلة، أنت لا تستطيع أن تصل الواو بالكلمة التي بعدها، لابد أن تكتبها منفصلة وهناك فراغ بسيط بينهما، بينما الفاء تتصل بالألف، الباء تتصل بالألف إلى آخره. فوضعت هذه القاعدة، كل حرف أو كل كلمة تكتب بشرط أن تكتب مستقلا، سواء كان عدد حروفها 10 أحرف أو كانت حرفا واحدا، يعني قاعدة ثابتة. وحصلت على آلاف النتائج المبهرة، يعني مثال على ذلك، أول آية في القرآن وآخر آية، هذا أول مثال اكتشفته في عام 2000. أول آية بسم الله الرحمن الرحيم،
بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي ثلاثة أحرف، أنا كنت أكتب الآية وأكتب تحتها عدد حروفها، باسمي ثلاثة، الله أربعة، الرحمن ستة، الرحيم ستة. وطبعا وقتها استخدمت طريقة عد الحروف المرسومة لأن المنطوقة تختلف، هناك إقلاب وإدغام وكذا وكذا وإخفاء، فأنت لا تستطيع، وهناك قراءات، يعني علم القراءات، أحيانا الألف تلفظ أو الياء تلفظ ألف، ولا يعني هناك اختلاف، مثلا والضحى والضحي، يعني في اختلافات، فأنت هذه الياء بكلمة والضحى هل نعدها ألف أم ياء؟ إذا عددناها ألف سيقول لك كيف تعد الياء ألفا، لا يجوز في اللغة، وإذا عددتها ياء طيب ما نحن نعد الحروف كما تلفظ، يعني كلمة والضحى نلفظها ألف، والضحى آ ألف، طب لماذا نعدها ياء؟ إذن طريقة عد الكلمات كما تلفظ طريقة صعبة جدا ومعقدة وغير ثابتة، متغيرة من قراءة إلى قراءة. طريقة عد الكلمات كما ترسم أو كما تكتب هي الطريقة الثابتة، يعني كلمة الرحمن في كل مصاحف الدنيا وكل قراءات الدنيا الرحمن هي ستة أحرف. يعني لا نجد مصحف كتب الرحمن بالألف أو كتب الرحيم بسبعة أحرف، لا هي ثابتة. فعندما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم تضع الحروف، حروف كل كلمة تحت الكلمة، يتشكل معك عدد 6643، هذا العدد مضاعفات السبعة، طبعا نقرأ الأعداد مصفوفة. طيب أنا تساءلت هل ينطبق هذا الكلام على آخر آية في القرآن، كتاب أحكمت آياته، يعني محكم من أوله لآخره. ذهبت لآخر آية، من الجنة والناس، من حرفان كتبنا اثنان، الجنة خمسة أحرف كتبنا خمسة، وهنا الواو هنا كلمة، فيجب أن أضع الرقم واحد لأنها كلمة مستقلة، كتبنا واحد. الناس، الناس خمسة أيضا كتبنا خمسة، يعني أصبح لدينا 5152. طيب 5152 هذا أيضا من مضاعفات رقم سبعة، إذا قسمته على سبعة يعطيك عدد صحيح من دون كسور، من دون كسور عشرية، من دون فواصل. فقلت سبحان الله، يعني ما هذه المصادفة أن نجد أول آية وآخر آية نفس النظام. فخطر ببالي وقتها قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أول ما خطر ببالي هذه الآية لأنها آية تحدي، فعندما اتبعت نفس القاعدة وجدت أن العدد على الرغم من طوله عدد كبير، يعني 21 مرتبة، يعني ألف أو 100 مليار 21 مرتبة 100 مليار، يعني العدد أيضا كان من مضاعفات العدد سبعة. حتى عندما جزأنا الآية حسب المعنى اللغوي أيضا بقيت الأعداد مضاعفات السبعة، طبعا هذا بحث آخر تجدونه في كتاب إشراقات رقم سبعة الموجود على الموقع تحميل مجاني. طيب بدأت أبحث وإذا بي أمام آلاف المعادلات كلها تنطبق على هذه القاعدة، طبقت على الكلمات انضبطت، طبقت على الحروف، طبقت على بعض الآيات كانت لا تنضبط، فيتبين أن هناك آية ثانية لها علاقة بالآية الأولى، فكنت تأخذ آيتين لأن لهما علاقة، أحيانا تأخذ ثلاث آيات، أحيانا عشر آيات، النص، يعني القرآن منظم بشكل نصوص وبشكل آيات وكلمات وحروف. طيب الآن في القرآن الكريم الطريقة الثانية لعد حروف الواو أيضا تعطي نتائج، لأنني عندما طبقت القاعدة التي يتبعها اللغويون أن الواو ليست كلمة، واعتبرت أن الواو حرفا ألحقه بالكلمة التي تليه، فتبين لي أن هناك نتائج مبهرة أيضا وتقوم على الرقم سبعة وغيره من الأرقام. فبعد دراسة طويلة لهذا الموضوع تبين لي أيها الأحبة أن القرآن فيه منهجان للعد، فيه طريقتان للعد، يمكن أن تعد واو العطف كلمة وتحصل على نتائج،
ويمكن أن تعدها ليست كلمة بل مجرد حرف تلحقه بالكلمة التي بعده وتحصل على نتائج إعجازية أيضا. وهذا مزيد من الإعجاز، تماما مثل قراءات القرآن. إذا قمت بعد الحروف والكذا حسب قراءة معينة تجد إعجازا، تذهب إلى قراءة ورش تجد إعجازا، تذهب إلى قراءة مثلا روايات القرآن معروفة يعني 14 قراءة مثلا الكسائي الحمزة إلى آخره، كلها تجد فيها إعجازا. ماذا يدل ذلك؟ يدلك على أن هذا القرآن فيه إعجاز لا متناهي ومتعدد، وهذا يزيد من قوة الإعجاز، لأنه لا يوجد كتاب في العالم كله يمكن أن تقرأه على 7 أوجه أو 14 وجها وفي كل وجه تجد إعجازا. هذا شيء خاص بالقرآن. لذلك الله تحدى الإنس والجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية ذاتها عندما قمنا بعد الواو فيها تبين أن العدد الكبير الذي يمثل حروف كل كلمة، قل 2 لئن 3 اجتمعت كذا، يتشكل لديك عدد كبير من مضاعفات العدد 7 هو وأجزاؤه. البحث مفصل طبعا. طيب إذا لم تعد الواو كلمة هنا ما الذي سيحدث؟ انظروا كيف تأخذ معجزة ثانية بنفس الآية. عندما لا نعد الواو كلمة هنا أيها الأحبة، سيصبح عدد الكلمات بدلا من أن كان 21 كلمة، لأنه فيها واوين، وقل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو، إذن لدينا كلمتان واو. إذا لم نعد الكلمتين يصبح عدد كلمات هذه الآية 19 كلمة. عدد الحروف 76 حرفا، إذا قمنا بعد الحروف 76 حرفا، ويساوي هذا العدد 19 في 4 أيضا مضاعفات 16. لاحظوا يعني حتى الحروف الهجائية التي تركبت منها هذه الآية عددها 19، فأصبح مجموع الكلمات، دققوا، زائد الحروف الهجائية التي تركبت منها هذه الآية، المجموع 19 زائد 76 زائد 19 114 هو عدد سور القرآن. والآية تقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. إذن أصبح لدينا معجزة. إذا لم نعد الواو كلمة عددناها حرفا، انكشفت أمامنا معجزة تقوم على العدد 19 والعدد 114 عدد سور القرآن. وإذا عددناها واوا رأينا نظام آخر يقوم على الرقم 7. طيب ما هذا الإبهار في القرآن؟ لذلك أنت يمكن إذا أردت أن تبحث يجب أن تتبع المنهجان في العد. وأنا طبعا إن شاء الله هناك طريقة لعد الحروف كما ترسم أو تكتب، ولكن هناك طريقة ثانية كما تلفظ، وهذه طريقة صعبة، ولكن أنا طبعا وضعت بعض الأبحاث على الإنترنت اكتشفت فيها أن اللفظ له إعجاز أيضا، ووضعت مثال في كتاب يمكن مراجعته موجود على الموقع، معجزة بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب 160 صفحة تقريبا أو يزيد، فيه جزء عن الإعجاز إذا عددنا بسم الله الرحمن الرحيم كما تلفظ تكتشف معجزة تقوم على الرقم 11 كما أذكر. الكلام هذا قديم جدا يعني. فعندما عددنا الحروف الملفوظة أصبح لدينا إعجاز آخر. طيب هذا الأمر ليس بمقدور البشر. يعني أنا مثلا هلأ يستطيع البشر أن يؤلفوا لنا جملة إذا عددت الواو كلمة تحصل على إعجاز يقوم على الرقم مثلا 7، إذا لم تعدها كلمة تحصل على إعجاز آخر يقوم على الرقم 19، إذا عددت الحروف كما تلفظ تحصل على إعجاز يقوم على الرقم 11. يعني شيء يفوق طاقة الدماغ البشري. إذن أحبتي في الله، خلاصة هذا اللقاء
عد الواو كلمة أو ليس كلمة دائما يمكن أن تعدها، ليس هناك مناسبات هنا نعد وهنا لا نعد، لا ليست القضية كذلك. أنت يبدو لك ذلك لأننا نحن ضعفاء لم نكتشف كل شيء، نحن نحاول أن نكتشف، فنجد من هنا معجزة، من هنا فقرة، من هنا تناسق، ولكن لم نكشف كل شيء. أما هو الصحيح أن الواو إذا عددناها كلمة نخرج بتناسق يقوم على رقم محدد، إذا لم نعدها كلمة نخرج بتناسق آخر قد يقوم على نفس الرقم أو رقم آخر. وبالتالي أنت لديك منهجان في العد في القرآن. بالنسبة للكلمات يمكن أن تعد الكلمات مع الواو أو بدون الواو. بالنسبة لعد الحروف يمكن أن تعدها كما ترسم أو كما تلفظ. والرسم له أساليب، حسب الرسم الأول يعطيك إعجازا، حسب الرسم الإملائي يعطيك إعجازا، حسب الرسم العثماني يعطيك إعجازا. لاحظتم؟ يعني أنت أمام منظومة إعجازية مبهرة في القرآن الكريم تفوق طاقة البشر. يقف الإنسان ضعيفا أمام هذا الإبهار وهذا الإحكام وهذا الإعجاز الإلهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.